السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. تقويم الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية. السؤال الأول: للصوم آداب ومبطلات، عددها. آداب الصوم هي: نذكر منها السحور، تعجيل الفطور، الدعاء عند الإفطار. أما مبطلات الصوم فهي: القيء عمدا، الأكل والشرب عمدا. السؤال الثاني: ذكر الله تعالى في سورتي الشرح والضحى النعم التي أنعم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفها في الجدول. نذكر النعم التي وردت في سورة الشرح، منها انشراح قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، محو ذنوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلو قدر الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين. أما النعم التي وردت في سورة الضحى فهي عناية الله للرسول صلى الله عليه وسلم، تنوير الله لعقل الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وأيضا فتح الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فأغناه. السؤال الثالث: أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أول من أسلم من الرجال. في فقرة قصيرة تحدث عن خصاله وأخلاقه. إذا يوجد فقرة في الكتاب، في كتاب التربية الإسلامية، نكتبها هنا: ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمكة المكرمة، واشتغل بالتجارة، وكان سيدا من سادة قريش، وهو أول من أسلم من الرجال، وهو أقرب الناس إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان رفيقه في هجرته إلى يثرب، وهو أبو عائشة أم المؤمنين. من أبرز صفاته الصدق، كثرة الإنفاق، الشجاعة، وسعة العلم. نقول في الخاتمة: أحب أبا بكر الصديق وأعتز بالأعمال العظيمة التي قدمها لأمته في سبيل الله، وأقتدي به في أخلاقه الرفيعة وخصاله الحميدة. كل هذا النص موجود في كتاب التربية الإسلامية. السؤال الرابع: للصيام أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع، اكتب فقرة تبين فيها كيف يؤثر الصيام على حياة الفرد والمجتمع. كمقدمة نعرف الصيام ونقول: الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو واجب وركن من أركان الإسلام الخمس. هذه المقدمة موجودة في خلاصة التربية الإسلامية درس الصوم. ثم ندخل في العرض ونقول: ورغم الجوع والعطش، إلا أن الناس ينتظرون حلول شهر رمضان بفارغ الصبر، فتعم الفرحة قلوبهم، وتبدأ مظاهر الحياة تتغير في البيوت والشوارع، ويزداد المسلمون تقربا إلى الله بالعبادة وفعل الخير، فتجد البعض يساعد الفقراء والمساكين بالمال والملابس، وتجد البعض الآخر يشارك في قفة رمضان وفي إفطار الصائمين المحتاجين وعابري السبيل. وبعد صلاة المغرب تتجمع كل أفراد العائلة حول مائدة الإفطار، ثم يتوجهون إلى مسجد الحي لأداء صلاة العشاء والتراويح. أما الخاتمة نقول فيها: يعلمنا الصيام الصبر والعطف على الفقراء، وهو عبادة تقرب الفرد من ربه وتقرب أفراد المجتمع فيما بينهم، فتسود الرحمة والتآخي. لاحظوا أننا هنا ذكرنا هنا في الفقرة كيف يؤثر الصيام على حياة الفرد والمجتمع. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.